طبعا ننتقل إلى عروض الدبابات البحرية والتي تقام على شواطئ جدة، وراح نعيش التجربة والمتعة مع هواة الجيتسكي مع زميلتنا فدوى الطيار. فدوى مساك الله بالخير، إيش الصورة اللي عندك اليوم وحابة تنقلينها للسادة المشاهدين؟ يا مساء النور، يا مساء السرور، يا مساء الأجواء الجميلة وجو البحر العليل الجميل. أنا في هذا المكان والله أتمنيت فعلا أنكم تكونوا معايا. أجواء البحر جدا رائعة، فعاليات البحر جدا ممتعة. يعني أنا في ناس بيسكنوا كثير في البحر وفي شواطئ البحر وعلى شاليهات البحر، فيستمتعوا جدا حتى بالفعاليات. أغلب الفعاليات اللي بتكون في البحر يكون وراها أبطال، يكون وراها هواة، يكون وراها ناس يحبوا هذا الشيء. معايا الكابتن ريان عامر راح يكلمني وراح نسولف أنا وهو عن هذه الفعاليات، وراح يتكلم معايا عن أبرز الفعاليات اللي تكون دائما على شواطئ البحر. كابتن عامر ريان، مساء الخير. مساء الورد، الله يسعدك، شكرا لكم، شكرا لبرنامجكم اللي دائما حريص على انه يسمع لصوتنا ويشوف احتياجاتنا ويشوف الهوايات اللي احنا نحبها. طيب انت لاعب جيت سكي، وخلينا نتكلم معاك عن فعاليات البحر وهذه الفعاليات اللي بتقام في هذه المنطقة. هذه المنطقة الحمد لله الواجهة البحرية او ما يسموها دحين عندنا ما شاء الله واجهة جدة كاملة كلها على البحر، بالذات في موسم الصيف. فالجيت سكي هذه هواية يعني مطلوبة تبرد على قلوبنا وتخلينا مبسوطين في أغلب الأوقات. فالجيت سكي يعني هواية جميلة جدا، وأي أحد يقدر يجربها وأي أحد يقدر يعني يركب الجيت سكي. طيب في ضوابط معينة يعني لممارسي هوايات الجيت سكي في البحر؟ والله أول حاجة لازم يكون معاك رخصة، ولازم تكوني تعرفي سباحة، والاشتراطات عندك اللايف جاكيت يكون دائما ملبوس معاك، وفي عندك المفتاح عشان لا سمح الله طحتي في البحر يكون سيفتي أكثر. لكن كسياح أو كأي شخص بيجرب يلعب بالدباب يقدر يكون مع الكابتن خلفه أو أنه سائق يكون معاه أكثر حريص عشان ينتبه له. يعني لازم يكون ممارس أصلا للجيت سكي. يفضل جدا عشان لا يكون في حوادث أو في حالات غرق أو في أشياء، لأنه هو يعني يعتبر شيء نفاث، شيء قوي يعني، بس ممتع جدا. كيف الأجواء حاليا الآن؟ وطبعا الآن بعد ما أصبح أنه عندنا فعاليات طوال السنة، إيش الفعاليات اللي ممكن تشاركوا فيها أو أنكم أنتوا يعني تجذبوا الزوار على هذه المنطقة؟ والله الآن إحنا الحمد لله يعني نشكر حكومتنا الرشيدة، فتحت لنا أكثر من شواطئ، أكثر من أماكن مفتوحة طول السنة، بالذات في الصيف وفي جدة فكله متاح. حاليا في عندك الفلاي بورد، في عندك الجيت سكي، في عندك اليخوت، القوارب، عندك الكاياك، عندك في اللي هي الأشياء اللي تعلمك الغوص، تنزلي دايفنج، تطلعي، فهذه كلها متاحة الآن بالذات في موسم الصيف، إن شاء الله كله موجود. أنا الكياك لفت نظري مرة كثير، أنا حضرته مرة في شاطئ من شواطئ جدة، لكن ما لقيت إنه هو له يعني موجود على الواجهة، ليه؟ هو الكياك صعب جدا اول شيء، خلينا نقول انه الكياك هو التجديف. ايوه التجديف اللي هو زي القارب الصغير وفيه مجداف، هذا صعب جدا، وبعض الاماكن ممنوع لانه هو يهتم في موضوع الهواء، سرعه الرياح، لو وداكي بعيد لا سمح الله تعبتي، ما انت متمارسه كويس ما تقدري ترجعي. بس هو هذه النقطه المهمه فيه، لكن هو شيء جميل تقدري تلعبي فيه في اي وقت. هو لازم تكوني متمرسة جدا جدا جدا، يعني ما هو بالصورة اللي ببالك، يعني صعب. شكرا لك كابتن ريان، وشكرا لضيوفنا، وشكرا للكابتن سلطان كمان، وللشبل الجميل فهد الحارثي. تمام فهد، كمان خليني أقول من الناس اللي يحبوا الغوص ويحبوا الجيت سكي ويحبوا الأشياء الجميلة هذه اللي في البحر. شكرا لكم أنتوا كمان أعزائي المشاهدين، شكرا لك زميلي في الاستديو، شكرا لكل الناس اللي ساعدونا اليوم عشان إحنا نطلع بهذا الشيء الجميل من واجهة جدة البحرية.